اللي هو منظر المحافظين الجدد، واللي سمعوا كلامه بوش الأب وبوش الابن، وعملوا غزو للعراق وقضاوا على العراق تماما، رجعوه على العصر الحجري. هذا إدوار سعيد ايش يقول؟ يقول نحن ضد الحضارة الإسلامية، مش ضد راهو الإسلاميين ولا النهضة ولا لا لا، الحضارة الإسلامية لأن هي العدو الحقيقي. ويقول علاش؟ يقول لأن حافظت على الأخلاق، وإحنا شعبنا متعود على الإبادة وعلى الهيمنة وعلى السيطرة وما يقبلش بالأخلاق. قال أبدأوا بتحطيم القامات اللي موجودة في العالم الإسلامي، وكلفوا وكلائنا، هو يقول هك، كلفوا وكلائنا بالقيام بهذا، اللي هما من تلك الشعوب مش منا إحنا. وبعد يقول حتى المقدسات أطعنوا فيها وغيروها. ولذلك أنا قلت ما نتصورش أن قيس سعيد في خطاب مكتوب يرد السبع بقرات يرد بتسعة، ولا يزيد آيات في القرآن ذكر الحق ولو على نفسه شو، وبعد يقول صدق الله العظيم. أنا نعتقد اللي القصد هو إقناع المسلمين بكونه ما عندهمش كتاب مقدس، والكتاب المقدس هذاك احنا نمنو به، ما هو لا هو يزيد فيه وينقص ويغير في العدد ويزيد في الآيات ويقول صدق الله العظيم. هذه أمور خطيرة، لأن المواجهة ولات حضارية، مواجهة هوية ضد تحطيم الهوية. والشعب التونسي إن شاء الله ما ينخرطش في المهزلة هذه ويفقد دينه وأخلاقه وكرامته وحريته وحقوقه من أجل حتى شيء، من أجل لا شيء. الراجل اللي مترشح تور في قيس سعيد ما عنده حتى إنجاز يتقدم به للناس، ما عنده حتى شيء، حتى وحيد، حتى إنجاز واحد ما عندوش. ولذلك كانوا يجاوبنا، هو اليوم عمل خطاب عظيم وكذا ودرشوا اللغة العربية الفضفاضة. أنت حكيت على قلت حالة نفسية، ربما حالة نفسية، مهاجمة قيس يعني القوامات السياسية والفكرية من خلال القضايا، قلت ربما أنت يعكس حالة نفسية. في شك، مرض عقلي، شنو حالة نفسية؟ في جميع الانتخابات، في جميع الانتخابات في العالم يطالبوا مش بالبطاقة حتى ثلاثة وبالأمور هذه الواهية اللي ما عندها حتى شيء وتعطل وما فيها حتى شيء، لأنه هو عنده كل شيء كحط يده على الدولة، إنما تطالب بفحص طبي للوضع البدني والوضع العقلي لكل مترشح. هذا يعملوه حتى في تونس، يعملوه مع جندي، جندي بسيط ولا عون أمن، يشوفوا له إمكانياته لأن عنده سلاح. يقول لك يطلعش مريض مسكين، وفما تجارب في الماضية اللي خدم في لوفتانزا هذاك ودخل بطيارة طيحها في حدود إسبانيا، والعياذ بالله ناس عندهم هوس. ولذلك الملف الطبي هذا مطلوب، أول ما يطلبه هو هذا، هو ناكل هذا، ما يحبش لا يقدم ملف طبي لا شيء، ومعروفة هي الدويات اللي يأخذها ولا كذا. لكن الدكتور خديدي، أليس من المبالغة ربما، مش نتهم لأنه هو حكات حتى مدير الديوان السابقة، أن نركز على الملف الطبي، الملف الطبي ربما يمس من خصوصية سيد سعيد، كيفاش تردنا على كلام هذا؟ خصوصية ما دام مواطن عادي، خصوصية ما دام قاعد في قهوة المنيه لشنو يكلمه؟ لا ما عادش تولي خصوصية وقت اللي راجل يتحكم في مصير 12 مليون يا حسين. هو قايد طيارة فيها 150 واحد ولا 200 واحد، يعملوا له الفحص هذا في كل مرة، مش يطلع يعاودوا له بعد شهر ولا حاجة يعاود. نعم، خلي من رئيس دولة يا راجل، رئيس دولة هو يعتقد اللي مش هو يعتقد اللي يقف قدام ماكرون يلزم يمشي ويقدم الولاء لماكرون ويبوس له كتافه، هو يعتقد لأن ماكرون مد له يده، راه اعتبره ند للند، كرئيس وانت رئيس ومد له يده. هو لا، مش مقتنع بهذا، هو مقتنع اللي يلزم يبوس له كتافه كما الدومية والصباحية متاع بكري، العلامة متاع الولاء والخضوع للاستعمار هو مسلة كتاف، معروفة هذه نول الدنيا. نعم، نسأل الله السلامة للسيد سعيد، ربما فقط يبقى من حق المواطن فعلا. الله يشفيه إذا كان مريض. نعم، لكن أنا